سنة 2022 سنة حرفيا كانت مميزة للجامرز عامة، وده عشان كمية الألعاب الخرافية والمميزة اللي نزلوا في نفس السنة زي لعبة سايبر بانك واللعبة المميزة سيفو ولوجو ستار وورز ذا سكاي ووكر ساجا وإلدن رينج وألعاب كتيرة تانية. وعشان كان في كمية كبيرة جدا من الأخبار الحصرية والمهمة للجامرز، ومن أهمهم خبر لعبة ذا ويتشر نشرت في صفحاتها الرسمية على تويتر في 21 مارس إن الجزء الرابع من ذا ويتشر غير التطوير حاليا، وبرضه خبر جود أوف وور راجناروك واللي فيه اشاعات وتسريبات عن موعد صدورها في نهاية سنة 2022 وتحديدا في شهر سبتمبر. وانا هنا عشان استعرض لكم افضل 5 العاب هيتم اصدارهم في شهر ابريل. معلومات مهمة قبل ما نذكر الالعاب، هنذكر الالعاب بالترتيب عكسي، يعني من الالعاب العادية للافضل في المركز الاول والثاني، وملحوظ الترتيب ده شخصي ما من منصة محددة وكده، فانت لو شايف الترتيب ما مناسب او غير منصف شاركنا رأيك في التعليق تحت وان شاء الله هتفاعل معكم. واللعبة اللي معانا في المركز الخامس هي لعبة LMB The Show 22. LMB The Show 22 لعبة بيسبول جماعية، وهي لعبة عندها شعبية كبيرة، وتعتبر LMB The Show تكمل سلسلة ألعاب تم إصدارها في 2006 في جهاز البلايستيشن 2. واللعبة دي تحديدا مهمة لفئة كبيرة من الجيمرز لأن كانت لعبة محاكية البيسبول الوحيدة في الأسواق. وأهم الأسباب لذكر لعبة LMB The Show في غيمتنا هو إنه أولا بإمكانك تلعب بالوضع الوظيفي، أي يعني تصنع لنفسك لاعب أو تدرب فريق محدد، والميزة دي كانت منتظرة بشدة من قبل عشاق البيسبول، وبرضو حتدعم نظام الحفظ المتقطع واللعبة المتقطعة. والسبب الرئيسي هو كمية الجمهور المنتظر للعبة، عشان الجزء ده تحديدا هينزل على بلاي ستيشن 5 بدقة 4K و60 FPS على عكس جميع الأجزاء الأولى. صراحة أنا ما من عشاق البيسبول، لكن نسبة للإضافات الجديدة والجودة الحرفية فيها تحسين كبير بتسمح لك تعيش تجربة لعب مختلفة تماما، انا بجد متحمس عشان اجرب اللعبه. لعبه LMB The Show حتنزل على جميع المنصات الاكس بوكس والسويتش والبلاي ستيشن في 5 ابريل. تنويه بسيط، الدقه 4K و60 FPS حيتوفر في اجهزه الجيل الجديد. وفي المركز الرابع معانا لعبه The House of the Dead Remake. لعبه The House of the Dead لعبه زومبي فرديه من منظور الشخص الاول، وهي برضو تكمل سلسلة ألعاب تم إطلاقها من عام 1996، وأول من نشرها هي شركة سيجا، ومطورين اللعبة هم استوديو ميجا بيكسل. صراحة في وقتنا الحالي ما أفتكر إنه اللعبة عنده جمهور كبير، نسبة لأنه اللعبة قديمة والتحديثات اللي فيها تحديثات ضعيفة يعني. السبب الرئيسي اللي خلانا نذكر لعبة The House of the Dead Remake في غايمتنا هو إنه صح اللعبة قديمة والتحديثات اللي فيها ضعيفة، لكن ما نقدر إنه ننفي اللعبة دي في وقت من الأوقات كان عندي جمهور برضو. في ألعاب كتيرة من قبل الألفينات كانت بنفس جودة The House of the Dead Remake، وللحظة دي هاي ألعاب مميزة وبيتم تطويرها كل فترة عشان تواكب الأجيال الجديدة. لكن لعبة The House of the Dead نظرا للمشكلات القانونية في حقوق اللعبة، الاستوديو المطور حاليا يعني ما قادر يستخدم أصول اللعبة الأصلية في تطوير اللعبة، وده سبب كافي جدا عشان يخلي اللعبة تطويرها ضعيف. لعبة The House of the Dead Remake حتنزل على السويتش فقط. ومعانا في المركز الثالث لعبة Midnight Ghost Hunt. أنا صراحة متحمس للعبة Midnight Ghost Hunt عشان بتسمح لك تدخل في أجواء اللعبة، فاهم كيف؟ من موسيقى على مؤثرات صوتية، ومتحمس لها عشان فيها فكرة حلوة. اللعبة عبارة عن صيدون أشباح وأشباح. اسلوب اللعب بكل بساطة حيكون في فريقين مكونات من 4 لعيبة، فريق حيمثل صيدوان الاشباح وفريق حيمثل الاشباح، هتلعبوا لحد منتصف الليل. اذا انت شبح مهمتك هي الهروب والاختباء حتى منتصف الليل او العكس. صراحة الفكرة حلوة، نحن صح شفنا العاب مشابهة للفكرة، لكن اللعبة دي تحديدا انا متحمس لها عشان جو الاثارة والغموض اللي فيها وتنوع الاماكن اللي فيها. واذا في واحد بيحب العاب الملتي بلاير والرعب في نفس الوقت، فأنا متأكد تماما إنه لعبة Midnight Ghost Hunt حتكون مناسبة له. وأخيرا تم تطوير اللعبة من استوديوهات سكاي جيمز،
واستديوهات كوفي ستايل، بس للأسف لعبة ميد نايت جوسن حتنزل على السويتش فقط. وفي المركز الثاني معانا لعبة باك فور بلاد تينيلز اوف تيرل دي ال سي. لعبة باك فور بلاد لعبة زومبي وجماعية. طبعا انت اول ما سمعت لعبة زومبي وجماعية اكيد حتقول يا اخي في كول اوف ديوتي فيها نفس الطور بتاع الزومبي وبرضه جماعية، لكن معلش ثانية واحدة بس عزيزي المشاهد، في فرق كبير جدا بين انه لعبة بتاعت قصة ويكون فيها طور بتاع زومبي ولعبة مخصصة للزومبي. طيب لعبة باك فور بلاد الجزء ده نزل مع اطوار جديدة، واللعبة من ناحية جرافيكس ومن ناحية عرض عامة 10/10، وانا اساسا اضفت اللعبة دي وفي المركز الثاني عشان الجرافيكس بتاعها صراحة، وصراحة دي كانت حاجة بديهية بالنسبة لي عشان الاستوديو المطور للعبة هو استوديو تيرل روك، نفس الاستوديو المطور للعبة ليفت فور ديد ويفلوف، واكيد ما حننسى لعبة كونتر سترايك اللعبة اللي كان فيها متعة كبيرة وانت بتلعبها. لكن بكلمة لكن دي ذكرت جملة بيقولها شخصية من سلسلة جيم اوف ثرونز لورد نيك ستارك، بيقول اي جملة تقال قبل كلمة لكن ما كلام حقيقي او تطبيل بالعامية كده، لكن ممكن نعمل استثناء للعبة دي تحديدا. لكن العيب الوحيد في اللعبة انه بتحس في تكرار او عدم تجديد كده، وبتحس انه في عدم ضبط في مستويات الصعوبة في اللعبة، لكن ده ما بينفي انه اللعبة حلوة وفي طور العاب جماعية برضو في حال مليت من الزومبي. اللعبة حتنزل في 12 ابريل وحتنزل على جميع المنصات اكس بوكس وسويتش وبلاي ستيشن. واخيرا وليس اخرا والاول بلا منازع معانا لعبة ليجو ستار وور ذا سكاي ووكر ساجا. يا اخي انا متحمس ومنتظر لعبة ليجو ستار وور بفارغ الصبر، ما اعرف عنك لكن انا واحد من معجبي الليجو اساسا ان كان في السينما او في الالعاب، لكن صراحة انا منتظرها من بداية السنة. ولعبة ليجو ستار وور فيها ميزات جديدة وهي فيها قصة مشهورة، والحاجة الحلوة فيها عالم مفتوح، وطبعا بكل تأكيد انا عاوز اجرب العالم المفتوح وعلى الاغلب حامل لها مراجعة هنا في الغناء. وليجو ستار وور من انواع الالعاب اللي عنده جمهور وفانزات كبيرة، فاهم كيف؟ زي سلسلة سينمائية واحد. كان في 6 ألعاب من سلسلة ليجو ستار وور، لكن ما في أحد منهم ينفع تتقارن مع العملاقة ذا سكاي ووكر ساجا. اللعبة يا أخي لها دعايات أكثر من 3 سنين، وفي نفس الوقت عندها تاريخ طويل في الألعاب، والأهم من كده أكيد العالم المفتوح. مع كيزة الجيل الجديد أكيد حيكون في غفزة كبيرة جدا وفي انتظار وحماس بالضبط زي لعبة إيلان بيزوشو. بغض النظر عن رأيكم في أفلام ستار وور، لعبة ليجو حتخليكم تحسوا بالرفاهية وعندك الحرية الكاملة في اللعب في الحلقات بالترتيب اللي انت عاوزه. والجميل في الموضوع انه بعد مراحل بتقدر تفتح شخصيات جديدة وتتنقل فيهم بكل براعة، وبرضو من اهم الاضافات وهي امكانية الترقية بحرية في الشخصيات. وبرضو عندنا انت عارف انا افضل عامل عنها حلقة مخصصة لها هنا بالتفصيل في القناة. لعبة ستار وورز سكاي ووكر ساجا هتنزل على الاكس بوكس والسويتش والبلاي ستيشن. وبكده بنكون كملنا حلقتنا، لو في ترتيب ما مناسب او نقاط مهمه ما ذكرناها ممكن تكتب لنا في التعليقات تحت. انا معاكم نبيل حمدان، peace.